لا رح نحتاج لنعمل الدجاج المشوي مع الأرز المكسيكي لمعلقتين كبار من الزيت النباتي وكوبين من الرز المفلفل وبصلة مفرومة واحدة وحبتين ثوم مفروم حبة بندورة مفرومة ربع كوب رب البندورة وكوب فلفل ملون كوب ذرة القليل من الكزبرة الناشفة والكمون والبابريكا المدخنة والزعتر والشطة المجروشة كمان بدنا 3 أرباع كوب من الماء الساخن ومغلف مرقة الدجاج الفورية من كنور وكمان ملح وفلفل وست صدور دجاج وبصل أخضر كزبرة خضراء للتزيين وكريمة حامضة للتقديم. بالضبط. إذن مقاديرنا بسيطة، إحنا بلشنا بالبصلة. أوكي. خلينا بس نوطي الحرارة. هلا انا كاتبه روان انه الرز مفلفل طبعا اذا ست البيت حابه تعمله من الصفر، انا كنت محضره واحده مفتوحه بس مش عارفه وينها. اذا حابه تحضره يعني بدون ما يكون مفلفل عادي بس تكون منقوع بصير، بس صراحه يعني هيك اسكى عشان انا ما بحب الخضار اللي رح اضيفها تكون كتير مهروسه وتتفلفل مع الرز، بس زي ما انتم بتحبوا اكيد. هلا بلشنا بالبصله، بدي احط عليها الفلفل لانه الفلفل بيطول شوي ليطرى. طبعا فكرة كمان للي عندهم رز بايت أبيض، ما هو هي هاي حلاوتها. شوفي الفرايد رايس الصيني أو الرز هذا بيكون ممتاز لأي أكلة رز عندك بايته. طبعا هون أنا رح أضيف كنور للرز ورح أضيفه للدجاج المشوي بالفرن. أوكي. طيب إيش بدك تعملي هلأ؟ رح أحط الذرة لأنه برضو الذرة بدها وقت. بس أنت ما بدك تنهرس الخضار كتير. لا، معشان هيك بدي إياهم يتقلوا شوي بدون ما ينهرسوا هرس. كتير حلو. يلا رح احط هلا خلطه من البهارات يا حبيبتي يا روان، بس بدي اطول صحن. تفضلي. هاي الخلطه اللي بدي اخلطها هون بدي اوزعها للدجاج وللرز. اوكي. هلا انا عندي بابريكا مدخنه بدي احط عليها بودره كنور الفوريه. هلا هاي البودره الحلو فيها انها عن مكعبين، فبتقدروا تقسموها يعني تستخدموها لكذا شغله، مش شرط انكم تحطوها كامله اذا ما بتحبوا تكون كثير النكهه ظاهره، بس هيك تعطي شويه طعم. فهلا بدي احط هاي وبدي احط معها عشان تعطي شوي على مكسيكي الكزبره والكمون. اوكي. وزعتر ناشف وشطه مجروشه. تمام. هدول للدجاج. هاي حتى للرز. حتى للرز رح نحط عليهم شوية زيت. قولي للرز ما رح أحط زيت، خليني أحطهم أول وبعدين أحط الزيت للدجاج. بس تعرفي برضو بدي أضيف البندورة هلأ عشان تطرى شوي. كتير حلو. رح أحط رب البندورة بعد شوي، فإذا بدك برضو حرام نسلم على مشاهدينا نشوف إذا حدا متحمس وحابب يشترك معنا طبعاً. خلينا نسمع شو عندهم. شوفي عندهم. قبل ما ابدا بدي اعيد على حبيبه قلبي، في صبيه حلوه انا كثير بحبها، دينا صوفان. دينا اعيد عليك، بسمع اسمها دائما عيد ميلادها. انت بألف خير. كل عام وانت بألف خير دندوني الحلوه، صارت 17 سنه. ما شاء الله. بس حبيبتي بالجنه، كل عام وانت بألف خير. ان شاء الله كل ايامك هنا وسعاده يا رب يا دندونه. هلا حطينا رب البندوره، بدنا نحط نص كميه الخلطه هاي اللي عندنا ونخلي النص زي ما قلنا للدجاج. طبعا معروف المطبخ المكسيكي فيه يعني بهاراته غنيه برضه، فانه توصوا بالبهارات شوي حتى يطلع طعم الرز زاكي. هلا لما نضيف الملح والفلفل بدكم تديروا بالكم لانه طبعا مغلف كنور فيه نسبه جيده من الملح طبعاً. فما تكتروا الملح كثير، وبرضه اذا حسيتوا بدكم بعدين زياده بتزيدوا، بس ما تحطوا من الاول كثير. تمام. هلا الدرباشي بتصبح عليكي، رايحه الكهرباء من عندها. هلا ايه خساره، استنى من عندك عاد هي ما بتضيع. هاي عامله حاطه اللايف عندها، اللايف ستريم عند والله عم تحضر. برافو عليك. كل اللي بتنقطع عنده الكهرباء يروح على الانترنت، بيقدر يشوف بث مباشر من رؤيه. فما هلا بس ضل احط شويه ثوم. يلا اوكي، نسينا نحط الثوم بالاول. وهلا شو بدي اعمل؟ بدي احط تقريبا نص كاسه مي بس حتى الخضار تطرى شوي. اوكي. وهي هي نسبه السوائل الوحيده في الرز لانه طبعا الرز مفلفل، فما بدنا نحط نسبه سوائل كثيره. هذا قبل ما تحط الرز؟ قبل ما احط الرز، بدي هاي تغلي مع بعض. وبعدين بنحطها. احنا انا على فكره هيك بعمل نفس الشيء الفرايد رايس، بس بهاي المرحله بحط طبعا الصويا صوص بطعمها على طبعا على صيني. وبعدين بنحط الرز. عمان طلعت ريحه الاشياء المكسيكيه. طيب شايفه؟ هلا بلشوا ياخذوا مع بعض. بدي احط عليهم الرز يا روان. حطي يا ديما. ونخليهم شوي كلهم يسخنوا مع بعض. تمام.
بدون ما اوصل الشوكه طبعا ريحة. لتحت شايفه هلا رح اغطي عليهم شوي بالغطاء طبعا حتى تتفتح مزبوط الخضار، وبس زي ما قلت لكم انا بدي الخضار يضل فيها شويه قرشه ما تكون مهروسه هرس. طيب هلا رح اسكر على الرز بس هيك دقيقتين حتى بالبخار برضه شوي يستوي وننتقل للدجاج. اوكي تمام. هلا بالنسبه للدجاج نفس هاي الخلطه تاعت البهارات بدي احط عليها شويه زيت نباتي. اوكي شويه زيت نباتي وشويه خل. يفضل انكم تحطوهم يا جماعه ايش في شيء كبير وايش صغير يفضل انه تخلوهم شو اسمه ينتقعوا فتره بالثلاجه افضل، بس اذا ما قدرتوا تنقعوهم فتره طويله لو ساعتين كفايه. هاي زان الخل حطينا. انت البهارات اللي حطينا نفسها نفس الخلطه مع مكلف كنور طبعا. خل وزيت. هاي خل وزيت. اوكي فرشايه، وبدنا بس ننشف صدورة الدجاج من المي. دائما انتبهوا ما يكون في مي ابدا قبل الشوي حتى يطلع مقرمش معنا الدجاج، ما يطلع يعني زي المسلوق سلق. شفاء زياده. صباح الخيرات على احلى مذيعات وارقى شيف ديما وايمان حبيبتي وغادة. حبيبتي رؤيا دلقموني. رؤيا صباح الخير من احلاك رواسه. معلش رح اعمل هالحركه. رؤيا بتصبح على اهلها باربد يا ديما. الله يسعدك. وبتقول لك يومها ما بيكون حلو الا لما تحضرنا يا حبيبتي من دبي. شو بدي احلى من هيك. وأم راشد كمان الفاعوري ماسكاها هالبنوتة بنتها شكلها لأم راشد بنتي ماسكاها. بس بحب أقول لكم إنه هذا الدجاج ما بيدخل مغطى يعني وهو مكشف، لأنه طبعا صدوره وأنتم زي ما شايفين أنا دائما بركز بحب أجيبهم الصراحة حجمهم شوي صغير طبعا حتى يستوى أسرع. وصراحة بلاقي قطع الدجاج بس تكبر شوي بتزنخ يعني دائما بلاقي الدجاج الصغير ألطف. ديما أم راشد تسألك عن عجينة فطيرة التفاح وفطيرة جبنة بيضة مع زعتر أخضر. هلا بعطيها إياهم. طيب رزاتنا هلا هدول طبعا بندخلهم على فرن حرارته 180 ل 200 لمده بس 25 دقيقه وبنقلبهم مره خلال هاي الفتره. رح نحطهم على جنب. في عندنا طبعا جاهز. اوكي وايش بدنا نعمل يا ست روان؟ نسكب الرز عشان ما يروح علينا الوقت. والدجاج